نوصل لفقرة فاميلي لليوم وضيفتي دكتور ألين حسيني عساف معالجة نفسية وأستاذة جامعية. صباح الخير ألين. وجراني. اخترنا اليوم موضوع يمكن بياخدوه الناس بنكتة بس اليوم رح نشوف أنه عنده أبعاد كثيرة وهو يعني بين هلالين مشكلة نفسية صغيرة إذا ما تخطيها المرأة بدها تخلق له مشاكل أخرى. وهالموضوع هو جهلة الأربعين. أكيد هالحديث موجه مش بس للشباب إنما كمان للستات مثل ما كنا عم نحكي أنا وياك. شو هي جهلة الأربعين وليه على الأربعين؟ مزبوط. أول شيء رح شوي هيك نعرف على جهلة الأربعين لأن بتنقز هي. أول شيء خلينا نقول إنه كل كريزة الاقتصادية، كريزة الحرب، كريزة تبع إنه مو النفساني عند الإنسان، يعني بيقطع بكريزة الكريز دونو على سنتين ونص كل شيء بيقول لا، كريزة المراهقة، وعنا هالكريزة الأربعين. كل كريزة هيك تنطمن شوي. أول شيء كل كريزة إلى نهاية شو ما كانت الكريزة، بس طبعا بعد هالنهاية بدنا نشوف شو صار، شو صار في ضرر وشو صار في إشياء بوزيتيف. لأنه طبعا كريزة الأربعين من بعد الكريزة الأربعين في إشياء بوزيتيف، يعني في علماء نفس بيقولوا أنه ضروري الشخص بالنمو النفساني بهالشما هالباركور اللي بيقطعه بحياته يقطع كريزة الأربعين ليصير عنده هالإباديسمات، ليصير عنده بحقق حاله على الطريقة الأخيرة، يعني النرجسية بحقق كل الرياليزاسيون دو سوا، بحقق نفسه، يعني آخر شيء بتصير. هلا يعني تترجم؟ يعني هيدا الشيء يمكن بيوصله كمان لنوع من النضوج أكثر علي. طبعا يعني بيصير عنده من بعد كريزة الأربعين بيصير عنده فلسفة معينة، بيصير عنده توازن على الصعيد العاطفي العمل، يعني بيكون قطع يمكن قسم كبير من رغباته كانت مكبوتة، بيرجع بحققها، بيرجع بيعمل مثل كأنه بيلان، بيشوف شو زبط شو ما زبط. يعني دايما بعد كريزة الأربعين بعد ما تخلص يعني الشاطر اللي بيضاين، يعني بالعائلة منقول مثلا الشريك، إذا ما نحكي عن الرجل اللي هو بكريزة الأربعين يمكن لازم تطول باله أكثر، لأنه من بعدها بيكون الشخص وصل لفلسفة معينة، لنضوج معين، صار مرتاح مع حاله مع الشريكة ومع عائلته ومع المجتمع بطريقة أكثر. يعني إذا فيها هالشريك الضايق عم تتوجهي لشي بالحديث؟ لا طبعا. ألين هل هالفترة هاي أو هالكريزة مثل ما سميتيها بتذكر بعمر المراهقة شوي؟ طبعا، لأنه هي كيف بتصير، لأنه على عمر الأربعين هي بتبلش ب38، يعني المعين تبعها هي 38. في كتير بيقولوا بعد بكير بعمري 37، لا 38 هي الأكثر شيء اللي بتفلش هالكريزة، بتضاين عند الرجل أكثر ما عند النساء، يعني الحياة تبع هالكريزة أكبر. هي بتدوم بين ال 38 أما فينا نقول 37 لحديت ال 51 52 53. نعم طبعا، لأنه عندنا كريزة الخمسين كمان، يعني المقطع كريزة الأربعين، لأنه هلأ كمان بالمجتمع يعني أي متى عم يتجوز؟ عم يتجوز الشخص صار بالثلاثين بركي، المويان كان قبل بالعشرين، هلأ بالثلاثين عم يبلش شغل من بعد ما يعمل عدة تخصصات، يعني صار هلأ عم نشوف أنه عم بتزيح الأمور مش بس على الأربعين، على الخمسين كمان. فإذا هي حياتها بتكون بين، إذا بدنا نشوف بين الـ 38 والـ 53 نحسب البيك تبعها، طبعا هي بالأربعينات عند المرأة بتبلش بآخر الأربعين تقريبا على 48، يعني على عمر المينوبوز. المينوبوز وقتها بتقرب على المينوبوز، وقتها منسميه سيندروم دو نيفيت، يعني عوارض المنزل الفاضي، يعني هالمرأة بتكون ديجا أولادها منهم موجودين، سافروا أما تجوزوا، وهون بتصير بتبلش بتفكر بحالة قدي ضحيت قدي عطيت قدي اكسترا، بتشوف انه هي لازم تبلش تغير وتحقق اشياء ما قدرت تحققها ولا بالطفولة ولا بالمراهقة ولا بعمر الأدولت. فإذا صار وقتها هلا عند الرجل في جملة في فكرة. بس السؤال ألين، هل عند الرجل وعند المرأة هي التصرفات ذاتها يلي منشوفه على العين؟ هي أقوى رانيا في عاملين بدنا نحكي عنهم، أنه أول شيء هي أقوى عند الرجل. إذا بدنا نشوف ليه أول شيء، لأنه اجتماعيا نفسيا كأنه إذا نحن منقول بين بعضنا جهلة الأربعين، الرجل عم بقول جهلة الأربعين، في فخر بطريقة غير عند المرأة تقول أنا بجهلة الأربعين. هون رجعنا على المجتمع الشرقي، على النفسية الاجتماعية كمان. شو بيصير مع هذا الرجل؟ بيصير كأنه على نص الحياة، لأنه هي mid-age crisis، يعني المئاج على نص العمر، كأنه بده يعمل البيلان كريزة منتصف العمر. وفي فكرة هي يا هلأ
يا ما لا حتصير. يعني هيدي الفكره دائما عياديا بنشوفها، اذا ما صار هلا التغيير ما حقق رغباته يعني ما لا حتصير. يعني كانه حس انه العمر رح يسبقه فوالا، وخاصه اذا كان عندنا كاتاليزور معين، حدا من قرايبينه مات، اما بيشوف انه اف فإذا أنا كمان لحموت، بيشعر بأنه الموت صار عم بيقرب عليه، بطل عنده كتير ليعيشهم. إذا صحته صارت عم تتدهور، منه بقى نشيط، وإذا كمان كان في باراليزم مع ولد بالمراهقة، ابنه بالمراهقة عم بيشوف أنه هو هالمراهق ابنه أنشط منه، بيربحه بدق تنس إلى آخره. أما المرأة كمان بتشوف أنه بنتها بالمراهقة عم تاخد أكتر سكسي، عم تاخد أكتر كومبليمان، شي بيتحرك عند هيدا الرجل أما عند المرأة. فإذا بيقف كأنه هون بيتوقف بحياته وبيرجع بيعمل البيلان، أنا مبسوط على الصعيد العاطفي، أنا مبسوط على الصعيد المهني، أنا مبسوط على الصعيد العلائقي. وهون منشوف كل الاشياء كريزة، يعني بنقول كريزة يعني كله بيتغير، وبيصير في اضطراب على الصعيد العائلي الكبير كمان. وبنشوف هون قد ايه اجتماعيا بيقولوا سكنه شيطان، اما بدري شو صاير له، اما جن، اما هو بيكون هيدا الشخص خلص صار بده يغير. بنشوف طريقه لبسه تغيرت، يمكن بيقدر يعمل تاتو، اوقات بيعمل بيرسينج، المود فيستيمونتير بتتغير، بيصير يلبس مثل المراهق، طريقه سيارته اختياره لسيارته بتتغير، يمكن ما بيكون بيسوق موتو بيصير يسوق، مش معناتها كل شخص بيسوق موتو يعني نعم. هو بالكريست المراهقة، بس منشوف في تغير بيكون كتير كلاسيك كتير كاري، بينقل بيصير كتير عم يتصرف مثل المراهق. حتى المحلات اللي بيقصدها النايت كلوب الريستورانات بتتغير، وأصحابه بيتغيروا، بيصير بده يحكي مع أشخاص بيشبهوه على تيحقق رغباته، وبيرفض رفض العائلة الكبيرة لأنه العائلة عندها نظرة عليه إنه شو عم تعمل جنات، شو عم بيصير معك، وما بده هو يشوف هيدي النظرة، فبيرفض العائلة الكبيرة. وهون في خطورة انه خيالي. الاضطراب العائلة، لانه بده يصير بده يغير كمان الشريك، لانه بيتساءل هي الشريك اللي بده يكفي نص عمري الباقي معه. بيكون هون كمان ما تنسى انه قطع هيدا مع من عمم، طبعا عم نقول العم يقطع بجالة الأربعين، بيشعر انه يمكن هالكوبل تعب، اما ختيار اما عفن الكوبل بركه، وبحاجه انه يرجع يمكن حدا يكون شريكه اصغر سنا تيشعر دائما برجوليته، وانه هو بيقدر بعد بيعجب. يعني كمان ما تنسى بعمر وقت عم بقرب 40 50، حتى الليبيدو الطاقه الجنسيه بتخف عند هيدا الرجل، وبيصير هو بده يأكد انه بعد بيقدر يعجب وبعد عنده الرغبات والطاقة الجنسية. نعم. فهو بيصير بده ينبش على اشخاص مختلفين عن الشريك. والست كمان المرأة، المرأة عم تقرب على عمر الخمسين، طبعا في عنا هون كمان تهزز كريز على الصعيد الانوثة، على صعيد الانفاطمان، يعني ما بتقدر بقى تجيب اولاد، يعني القوة تبعها عم تفقدها، عم تقرب على المينوبوز. بس بذات الوقت هالمرأة صارت مرتاحة مع حالها أكتر، يعني مرتاحة تعبر عن رغباتها أكتر. كمان بتفكر إنه إذا مش هلأ يعني ما لح تصير. ليه بترتاح عندها أكتر ألين؟ لأنه بتكون ديجا اكتشفت حياتها الجنسية، اكتشفت الأنوثة تبعها، يعني قطعت. طبعا مش كل النساء، بس أغلبية الأوقات بتكون المرأة ارتاحت مع حالها، يعني النضج الجنسي عند المرأة هي بيكون أكتر شيء بين الخمسة وثلاثين والخمسة وأربعين، بتكون ديجا مرتاحة على مع حياتها الأنوثية والجنسية أكتر كبيرة. فبتشوف انه اولادها تركوا البيت وهي صارت لحالها، بيكون عندها ذات التصرفات يلي بين هلالين طايشه شوي، نو سي موا فيولان، ما هالقد ما هالقد قويه، بتكون بروتال الجهله. طيب قالين هلا الشريك اللي عايش مع هالشخص، نعم. هون عم نحكي اكيد عن ثنائي، عن شخص مزوج، يلي هي اكثر بتكون صعبه بالنسبه له، لانه الشخص العزب ما رح يضر حدا. لما بيكون عم يمرق الرجل او حتى المراه بهيك نوبة، شو ممكن يعمل الشريك لحتى يساعده؟ هل في يساعده أو دايما رح بيحس أنه كأن عم بيضره؟ يعني هون موقف صعب شوي كمان. يعني هون أنا شوية بدي أحكي عن العائلة مش بس عن الشريك، لأنه بده ينتبه هالشخص. أول شيء في عنا إذا كان عم هو في عنده مراهق، لأنه بالأربعين إجمالا إذا هو تجوز بالعشرينات يعني عنده ولد بالمراهقة، هالمراهق بحاجة يضل عنده مرجعية أب، بيقدر عنده حماية هيدا
هذا الأب، يعني إذا هذا الأب ما بده يكون مثل موديل سيكوريزان، موديل حماية، موديل كيف بده يتصرف الممنوع والمسموع، هون المراهق بيقول لي بدي اتبع أنا، فإذا الأشياء المسموحة والممنوعة ما بي عم يعمل هيك خليني، فإذا بعمل أضرب منه، ما أنا بالمراهقة أنا مسموح اجتماعيا أن أتصرف هيك. يعني هون بده ينتبه هيدا الشخص أنه مع أولاده بالمراهقة، لأنه في تزعزع دجا لها صورة الأب اللي هو موديل، هو مرجعية ما كتير تنضرب. بالنسبة للشريكة مثل ما بلشنا عم نحكي، منشوف عياديا كل مثل ما قلت لك كل كريزة عندها نهاية. يعني وقتها بتفكر هالشريكة بهالإيبوتيز هالفرضية بركي هالقلق شوي بينفس عندها أنه كل شيء له نهاية، فخليني أخذ نفس، خليني طول بالي، عم يقطع بكل هيدا بس أنه قليل عم نحكي بعشر سنين نو يمكن دوم سنتين يمكن دوم أشهر رانيا يعني ما عنا على الأد قدي، أوقات أشهر أوقات سنتين. بس في طريقة أكثر تصرف معينة، هل لازم ينحكى بالموضوع مع الشريك أو لازم يمكن ينترك أكثر على سجيته؟ يعني كيف لازم بركي ما ينرفض كتير الشريك، لأنه إذا جري رفض، إذا رفض وإذا نحط بكليشي إنه هو عم بيجن، أما هو منه طبيعي منه مقبول بقى بالعائلة عائليا واجتماعيا، لح يسكر خلص، لح يفل ولح يصير في الطلاق، ولح بركي خلص يرجع يبني بمطرح مختلف. أنا بشوف إنه الشريكة لازم تحقق حالة، لازم يمكن تعمل شيء بنسميه التسامي، يعني لا سوبليماسيون، يعني يمكن لازم تشتغل أكثر، تشتغل أو على نفسها، تشتغل على حالة، تحب حالة أكثر، يمكن تكفي علمها. منشوف كتير عياديا أوقات إنه هالمرأة بهيك طريق مسدودة، يمكن بتقول صار الوقت يمكن أنه أنا نبش على شغل، نبش شيء ابني فيه. يعني هون بدنا ننتبه، الشريك اللي عم يقطع بجارة الأربعين عم بيهدم، ضروري جدا المرأة يكون عندها النضوج والذكاء أنها تعمر. ممكن جري شوي ببعض الأحيان، العيلة بتتدمر إذا يعني عنا فاس كوبينيكان، يعني إذا عم بيهدم هو عم بيهدم، هو بكريزة، هو باضطراب، منه فاهم حاله لمين بده ينتمي، شو بده يشبه، شو بده يحقق، شو بعد بقيله من هيدا العمر، قدي بده يلحق حاله، دايما بفكرة إذا مش هلأ ما لح تصير. فمنشوف قدي المرأة لازم يمكن بنضوج المرأة، دايما نطلب نضوج المرأة إنه تعمر بحالة، وكمان تحضن، تقدر تحضن أولادها لهالكريزة تقدر تخلص. هل ممكن تجري ببعض الأحيان تروح تسهر معه، تروح رايد معه؟ لا بس مش كل الوقت. لا يعني إذا إشياء منا خطرة وما بتدق كتير بالقيم تبع العائلة، لا يعني بتصير كمان، يمكن هي كمان على إلها بتكون عم ترجع تشوف إذا إنه كأنه بمطرح بينسمح لأنه مع الشريك إنه تعمل إشياء رغبات ما قدرت تحققها بالمراهقة. يعني كسرناها وجبرناها شوي اليوم، وأكيد دايما المعالج النفسي هو موجود لحتى مزبوط يساعد بهيك يقدر يكتشف أوضاع مزبوط ويحكي عن رغباته المكبوتة اللي ما قدر يحققها بالمراهقة. كل ما بيحكي وبيفلش هالرغبات بالكلام، بحطهم بالكلام، بيصير ما في بقى كتير باساج ألاكت، والتدمير بيصير طبعا أقل. شكرا لك دكتور ألين حسيني عساف على هالمعلومات. رح ناخد وقفة سريعة ومن بعدها منكون مع Eat Smart.